قالوا ليهم احنا ما تنبغيوش نبقاو نكلاشيو في عباد الله، ولكن فاش كنجيب لكم شي معلومه اللي كنكون متاكد منها ومتيقن ورسميه كنفرح ليكم الاخوان بصراحه، كنفرح ليكم. قال لهم الاسبوع الجاي ولا السيمانه الجايه غنجيب لكم معلومات ديال الفوجه، ولكن انا ما نتسناش حتى الاسبوع الجاي ولا السيمانه الجايه، غادي نجيبها لك من عند الوسيط. الوسيط هبطهم وعطاهم ليا، قال لي هاك شاركهم مع الاخوان ديال الفورجه. وانا كنت ديجا قلت لكم الحاجه اللي قلت لكم الاخوان راها كاينه كاينه، واخا يدخل شي واحد يكذبنا بلا ما تيقوا بلا والو، راه كيف ما قلت لكم هما كيبغيو يبقاو في القمه، وراه كيف ما شفتوا المتابعين عندنا قلال والحمد لله عندنا مصداقيه وكنجيبوا اخبار اللي في المستوى. السلام عليكم، كنتشوفوا من جديد ومع معلومه جديده، وبغيت نفرحكم. قلت لكم في الفيديو اللي سبق غادي نجيب لكم المعلومه ديال الفوجه، السيد غادي يرسل لي الكونترا ديال الفوجه باش نشاركهم معكم. ربعه الكونترات ديال الفوجه خرجوا 27 في شهر 4، راه اسبوع هذا الاخوان، خرجوا 27 في شهر 4، وانا كنت درت الفيديو وقلت لكم هنيئا لكم راه فوجه كتخرج، والكونترا كانت في السيستم. قلت لكم راه الكونترات كاينين في السيستم، خاص الباترون يهبطها، وكاين شي صفحات دخلوا كيقول لكم راه كذوب وما كاينش هذيك الهضره لان فوجه ما كتخرج. المهم توصلت بربعه الكونترات كيف ما كتشوفوا فيهم، راه مكتوب عليهم فوجه، هما بي دي اف في التليفون. توصلت بهم وقلت لكم راه غادي نجيب لكم المعلومه ديال فوجه، ونجيب لكم حتى التوقيت اللي كاين حاليا، والتوقيت الاخوان غادي تزاد. المهم توصلت بربعه الكونترات ديال فوجه اليوم موديل سي عقود عمل اللي هي موسميه، وتوصلت بفيرونا. فيرونا حتى هي السيد ما كانش عنده الروسي، يعني هادشي علاش درت الفيديو في الصباح وقلت لكم لا ما عندكش الروسي غير تسنى، يعني الناس كتبغي تشوف المعلومات اللي على الروسي، وبزاف ديال الناس ما خداوش الروسيه ديالهم، قلت لكم غير تسناو راه غادي نتواصلوا بالكونترات ديالكم. فيرونا السيد حتى هو شارك معايا الكونترا ديالو وما عندوش الروسي، يعني ما عارفش التوقيت، باش نقول لكم التوقيت ما عارفش التوقيت. وتوصلت بكونترا اخرى ديال بيرو جات هي من عند واحد الاخت، وقلت لها مبروك عليك سير خذي الموعد، راها كونترا هذه هي ما عرفاش، قالت لي غير واحد الوثيقه وصلتني وما عرفتش اشنا هي. المهم وانا راه ديجا شاركت معكم معلومه ديال بيروجا، بيروجا راها كتخرج موديل سي، هذا الشيء كامل اللي كتشوفوا فيها الاخوان موديل سي عقود عمل موسميه ديال الفلاحه، لانهم سبقوا القطاع ولا السيتور ديال الفلاحه، وغادي نشوفوا بي ان شاء الله. بالنسبه للتوقيت ديال فورجا الاخوان سمعوا لي مزيان، راه المعلومات الجديده والحصريه والرسميه دائما على قناتكم الجاليه 24 وعلى الصفحه ديال صدى المغتربين. شي واحد يدخل يكذب كيبغي غير يطيح بينا، ما تديوش على شي هذوك الصفحات، راه اكل الدهر عليها وشارب، بقات لهم غير يطيحوا بالصفحات الاخرين باش يبقاو هما في القمه، ولكن حنا كنجيبوا لكم معلومات. وانا شفت فيديوهات ديالهم بارطاجوهم معايا الاخوان، قال ليهم ولا قالوا ليهم احنا ما تنبغيوش نبقاو نكلاشيو في عباد الله، ولكن فاش كنجيب لكم شي معلومه اللي كنكون متاكد منها ومتيقن ورسميه كنفرح ليكم الاخوان بصراحه، كنفرح ليكم. قال لهم الاسبوع الجاي ولا السيمانه الجايه غنجيب لكم معلومات ديال الفوجه، ولكن انا ما نتسناش حتى الاسبوع الجاي ولا السيمانه الجايه، غادي نجيبها لك من عند الوسيط. الوسيط هبطهم وعطاهم ليا، قال لي هاك شاركهم مع الاخوان ديال الفورجه. وانا كنت ديجا قلت لكم الحاجه اللي قلت لكم الاخوان راها كاينه كاينه، واخا يدخل شي واحد يكذبنا بلا ما تيقوا بلا والو، راه كيف ما قلت لكم هما كيبغيو يبقاو في القمه، وراه كيف ما شفتوا المتابعين عندنا قلال والحمد لله عندنا مصداقيه، وكنجيبوا اخبار اللي في المستوى ومن المصدر، وما عندناش متابعين كبار، ولكن عندنا حساد من طبيعة الحال، وبلا ما نهضروا في هذا الموضوع هذا اللي كيهمنا اكثر ومزيان، وهو اننا نجيبوا المعلومات ونشاركوا معاكم، عوض ما ان نبقاو كلاشيو في بعضياتنا، لان كاين صفحات الاخوان كتدخل كتكلاشينا وحنا كنجيبوا معلومات لان باغيين يطيحوا بينا الصراحه. وانا ما غاديش نتسنى قلت لكم حتى سيمانه ولا جوج سيمانات باش نجيب لكم الاخبار ديال فوجه والوسطاء ديال فوجه والسماسريه بهاد المفروم هذا الاخوان ديال فوجه، هما اللي تواصلوا معايا قالوا يا هات اعطي المعلومه للناس اللي كتسنى. انا غنقول لك دابا توقيت في نواقف ولكن غادي تزاد. هادو هما ربعه الكونترات الاولين، هادو ربعه الكونترات الاولين توصلت بهم انا، توصلت بهم صفحه صدى المغتربين، توصلت بهم الجاليه 24، القناه ديال الجاليه 24، واقفين في الكونترا الرابعه، واقفه في 9
وخمسين ثانيه، سمعوني مزيان، 59 ثانيه، وغادي يطلع الكوطه ان شاء الله مع وسطاء اخرين ومع باترونات اخرين، غطلع الكوطه. قلت لكم ان شاء الله غادي نجيب لكم الكوطه والتوقيت اللي انا متاكد منه، وكنت دائما كنكتبها في التعاليق، كنكتبها في التعاليق، كنقول لك شوف راه ما نقدرش نعطيك الكوطه ديال فوجا وانا مازال ما وصلتنيش وما متاكدش منها، لانني سمعت واحد الاوديو في الواتساب ديال واحد البنت كتقول انا عندي 9:16 دقيقه دافعه فوجا موديل سي وخرجت ليها الكونترا، ولكن انا ما كنتيقش داكشي اللي سمعته، انا كنتيق داكشي اللي شفته وداكشي اللي خارج من المصدر واللي كيشاركوا معايا الناس اللي كتدفع، اصلا اللي كتدفع كيشاركوا معايا المعلومات باش انا نعطيها لكم، وتبقى المصداقيه ديال القناه ديالنا ديال جاليه 24 والمصداقيه ديال الصفحه ديال صدى المغتربين. قلت لكم حتى نتاكد عاد نعطيكم المعلومه الصحيحه ديال التوقيت، وانا كنت متاكد ان فوجا، فاش قلت لكم راه اسبوع هذا تقريبا ولا اكثر، يوم الجمعه قلت لكم راه فوجا بدات كتخرج والكونترات كاينين في السيستم، فهمتوني الاخوان؟ وكاين اللي دخل قال لك لا راه ما كاينش فوجا، راه ما كتخرج، راه كتخرج اخوتي فوجا، وانا فرحان الناس ديال فوجا موديل سي، والتوقيت حاليا 9:50 وغادي تطلع ان شاء الله، لان جاتني انا 9:16 شويه بزاف شويه طالع، لان موديل سي كيكونوا غير ثواني ودقائق فقط مقارنه مع موديل بي. كنتي دافع موديل بي ان شاء الله غادي تدخل الكوطا ان شاء الله، وغادي تخرج لك وكل شيء غادي يدخل الكوطا وغتخرج لي الكونترا، لان غتزاد حصه اخرى، وبلا ما نبقى نعاود في الهضره راكم عارفين الاخوان، غتزاد حصه اخرى وكوطا اخرى باش تدخل الكوطا ويدخل الطلب ديالك المعالجه وتخرج لك الكونترا. توصلتي بالكونترا ديالك لوحها ليا باش نشاركها مع الناس ونفرحهم، نقول لهم شوف راه هاد الجهه هادي ولا هاد العماله هادي بدات كتخرج كونترات، يكون خير ان شاء الله. وهادو اخر الاخبار على فوجا وعلى بيروجا وعلى فيرونا. المهم العمالات كاملين كيف ما قلت لكم بدون استثناء راهم كيخرجوا الكونترات، بالاخص دابا حاليا موديل السي في الفلاحه، سواء مع الجمعيات ولا بلا جمعيات. الله يسهل عليكم كاملين، واي معلومه غادي نبقى نشاركها معكم. الله يعاونكم اخوتي.